نتواصل معكم مشاهدينا، وبتستمر العطاء وبستمر المسيرة إن شاء الله من بيت الحق وبيت الهدى التلفزيون الأردني. طبعا هذا التلفزيون اللي بقدم رسالة للمجتمع أكمل، وإحنا دائما بنحكي بأنه فعلا الإعلام رسالة لا يستهان بها. هنالك رسائل إيجابية تقدم من خلال الشاشة الأردنية، برامج يمكن بتجس فعلا نبض المشاهد الأردني، بتجس نبض الشارع الأردني. بهمنا كتير نعرف شو بهم المشاهد أيضا حتى نقدم رسالتنا بكل مصداقية وتصل أيضا لشريحة كبيرة من مجتمعنا. ما حد بيستطيع أنه ينكر فعلا بأنه الرسالة المجتمعية رسالة كتير كبيرة، وعلشان هيك راح يكون ضيفنا الآن الدكتور حسين الخزاعي حازم إن شاء الله، وهو ضيف يمكن يوم جديد بالتحديد. أصبح الدكتور حسين هو يعني ليس ضيف وإنما واحد من فريق يوم جديد، وهو عميد لكلية الأميرة رحمة جامعة البلقاء التطبيقية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا فيك. إحنا بدنا نحكي لك كمان كل عام وأنت بخير، لأنه زي ما حكيت حازم صحيح. بأنه الدكتور حسين الخزاعي يمكن في يوم جديد بالتحديد غير عن كل البرامج في جزئية خاصة لك، فشاركتنا كثير من حلقاتنا. الله يخليك. فالله يعطيك الصحة وبارك الله فيكم، وكل التحية والاعتزاز إلى أسرة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، هذه المؤسسة الرائدة اللي استطاعت أن تكون قصة نجاح أردني، قصة طموح أردني، قصة وجود أردني. استطاعت هاي المؤسسة بفضل طموح أبنائها العاملين فيها، كل الجهود اللي تضافرت إلى أنه يكون هذا التلفزيون له موقع على الخريطة العربية، ويكون له موقع من خلال رسالته الهادفة، من خلال طموح وطموح أبنائه رسالة الأردن. استطاع هذا التلفزيون اللي بالرغم من الموارد، وأنا بدي أحكي بالرغم من الموارد المحدودة جدا، الرغم الموارد المتاحة في أيام إنشاء هذا التلفزيون، إلا أنه استطاع أن يكون له دور فعال على مستوى الصعيد الوطني والعربي والدولي. فأنا بهني من كل قلبي كل إنسان عمل في هذا التلفزيون، في هذه المؤسسة، كل إنسان قدم، نقدم له كل التحية والاعتزاز. وموضع فخرنا دائما هم الآن الجنود، وأنا بسميهم الجنود لأنه ما حدا بيعرف، وأنا بدي أحكي بكل صراحة وبكل جرأة، ما حدا بيعرف من اللي جالسين في بيوتهم الآن قديش المذيع، قديش العامل بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون بيتعب، وقديش بحضر، وقديش بيبذل المزيد من الجهد حتى يصل إلى المعلومة الحقيقة، المعلومة الصادقة، المعلومة الموثقة، المعلومة الدقيقة. إحنا تلفزيوننا طول عمره من ما تأسس لا يسعى للمبالغة ولا للتهويل ولا للتخويف ولا للسبق الصحفي غير الصحيح، ولا يسعى إلى أن يكون دائما مصدر فتنة ولا مصدر تخوين ولا مصدر تخويف. بس نتوقف شوية عند نقطة هامة، بأنه أحيانا يقال بأنه التلفزيون الأردني نزل الخبر متأخر. نعم. إحنا ليس هنالك، إحنا مش في سباق مين بده ينزل الخبر أول. نعم. القضية مش قضية مين ينزل أول، المهم صح. إنه أنت تنزل الخبر اللي بتنزله بكل مصداقية، بكل تحديد. موضوعية، بكل تفاصيله. فهي النقطة كتير مهمة وضرورية. هاي النقطة بدنا نشكر التلفزيون الأردني عليها، لأنه التلفزيون الأردني دائما وخاصة، وأنا بحكيها وبأمانة، إنه من أهم ركائز نجاح العمل في التلفزيون الأردني وإثبات وجود التلفزيون الأردني، هذه الشاشة داخل بيوت الأردنيين، داخل بيوت العرب الآن، هي مقدار ما يتمتع به العامل في هذه المؤسسة من ثقة الجمهور فيه. لولا ثقة الجمهور فيه، لولا ثقة المستمعين والمشاهدين له، كان ما نجحت هذه المؤسسة. فإحنا تلفزيوننا متأني دائما لأنه يبحث عن الحقيقة، دقيق، شفاف، واضح، ما عنده أجندات، لا يفبرك ولا يهول ولا يبالغ في عملية التركيز على الهدف. لسبب، السبب الأول أنه دائما يعني التلفزيون يسعى لكي يثبت على أرض الواقع سلوكا وفعلا بأنه مؤسسة اجتماعية خدمية تنموية. هاي المؤسسة جزء من المجتمع الأردني ولكل المجتمع الأردني بكافة أطيافه، بكافة مؤسساته، وأيضا بكافة مواضيعه وبرامجه. لهذا السبب أنا بحكي التلفزيون الأردني يختار المواضيع بدقة، يختار البرامج بدقة، له خطة برامجية محددة معددة مسبقا، في توزيع أعمال، في مهمات، في أدوار يقوم فيها بكل فعالية باقتدار. التلفزيون الأردني لو لم يكن موضع ثقة وخاصة عند كل أبناء الدول العربية لما كانوا الآن أبناء
التلفزيون الأردني، أبناء هذه المؤسسة الأردنية الآن بيعملوا من المحيط إلى الخليج في كافة التلفزيون. صحيح، يعني دكتور احنا بنوجه لهم تحية في هذا اليوم، بنقول لهم أيضا كل عام وهم بألف خير كزملاء أن تخرجوا مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. دكتور يعني كدكتور عندك خبرة تربوية، نحكي خبرة بالتواصل المجتمعي أيضا مع كل شرائح المجتمع، وتحدث أيضا عن نوعية برامج معينة يقدمها التلفزيون الأردني. يعني الشاشة قديش مهمة كتلفزيون، كصورة، كأيضا صوت، كتكوين ينظر له دائما المواطن والمتابع لهذه الشاشة الصغيرة، قديش مهم للأسرة، للطفل، للأب، للأم، كشاشة تربوية، كإعلام تربوي خدم الوطن ويخدم دائما ويستمر العطاء زي ما بنحكي دائما في هذا البرنامج. التلفزيون لا شك يعني أنه رسالته من خلال وجوده داخل البيت رسالته محببة، بأنها دائما تؤدي إلى أولا التعاون، إلى التماسك الاجتماعي، إلى التواصل الاجتماعي، إلى التكاتف، إلى تعزيز القيم الأردنية، إلى إظهار الهوية الأردنية، الشخصية الأردنية، إبراز دور الأردن. واحنا نتحدث عن دور الأردن الآن، دستور الأردن اللي هو أكد قولا وفعلا بأنه الأردن هي دولة عربية والشعب الأردني هو جزء من الأمة العربية. هذا على أرض الواقع استطاعت أن يلمسه كل أردني، استطاع أن يلمسه كل عربي. لهذا السبب نجح التلفزيون الأردني في إبراز هذا الدور، في التركيز على هذا الدور. وأيضا كمان استطاع التلفزيون الأردني أن يجمع أو شمل الأسرة داخل البيت من خلال متابعته لكل البرامج، سواء كانت طبية، سواء كانت هندسية، سواء كانت تربوية، سواء كانت تعليمية. احنا بنشوف ان التلفزيون الأردني عبارة عن خلينا بسميها وجبة متنوعة. صحيح. تضم كل ما هو يعني يمكن دائما بحكي يكون قاعدين الأردني. الناس خلص بكون مطمئن، في ناس كثير مثلا بتلاقيه محافظ بس بكون مطمئن انه بتفرج على شاشه اردنيه خلص في امان. اما اي تلفزيون ثاني بضل الريموت بايده خايف من اي مثلا جمله، من اي صوره، من اي كذا، فدائما له اسلوب تربوي ايضا مميز. بالتاكيد نعم. هنا احنا من يعني بنحط نقطه مهمه جدا، انه دائما التلفزيون الاردني يحرص اولا على الانتقائيه، الانتقائية في البرامج، الانتقائية في المتخصصين، في أيضا كمان في المواضيع اللي بتهم الرأي العام. أنا كثير مرات يعني عندما نسمع أن أي قضية في المجتمع ثاني اليوم نشوف التلفزيون الأردني وبكل جرأة بيفتح هذا الموضوع وبيتحدث عنها وبيستقبل المتخصصين وما بيخلي شيء واضح. هنا اسمح لي بس أنا حابب أحكي يعني ما هي السبب. السبب أنه يعني بدايات إنشاء أو بدايات تأسيس التلفزيون الأردني، وأنا عندما تحدثت بأنه كان قصة نجاح، وهي قصة نجاح حقيقية. والأردن عندما بدأ يعني بعملية أو الفكرة بتأسيس هذه المؤسسة الخدمية، هذه المؤسسة الإعلامية التربوية التنموية، بدأ في 64 أول فكرة كانت مع تأسيس أول وزارة للإعلام بالأردن، وكان هناك جهد كبير وكان هناك تصميم على أن يكون في الأردن تلفزيون، وهذا التلفزيون يكون شأنه شأن التلفزيونات العربية بإبراز أولا دور الأردن الذي ظلم في 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 تلك الأوقات. فكان لإبراز الدور الأردني. وعندما تم طبعا تأسيس هذا التلفزيون سنة 1968 وأطلاق أول إشارة من التلفزيون الأردني، كانت رسالة جلالة الملك الخالد المرحوم الحسين بن طلال آنذاك في ذلك الوقت، قال نريد من التلفزيون الأردني أن يكون منارة للحق والهدى. يعني لا نريد أن يكون هو للتهويل ولا للخيانة ولا للمبالغة ولا لدب النزاعات والصراعات. الآن هون التلفزيون الأردني، وأنا بحثت في موضوع التلفزيون الأردني، كان ترتيبه الخامس عربيا، يعني بعد التلفزيون العراقي جاء التلفزيون اللبناني ثم السوري والمصري في آن واحد جاء التلفزيون الأردني. بس دكتور عفوا احنا بنحكي حتى تكون واضحة للمشاهدين، احنا بنحكي على التلفزيونات الحكومية الوطنية. بالتأكيد نعم. إذن هو في ذلك الوقت الخامسة. في ذلك الوقت كانت كل التلفزيونات العربية كانت التلفزيونات العربية حكومية. الآن التلفزيون الأردني سنة 68 كان ترتيبه الخامس، ولكن انتقل للمرتبة الأولى جماهيريا، مجتمعيا، شعبيا. كيف؟ الآن تركيز التلفزيون في ذلك الوقت
كان على أولا المصداقية، التوازن، الدقة، الشفافية في الخبر، وعدم يعني احترام خصوصية الدول العربية. لم نكن نتدخل أبدا في أي دولة عربية. القضية الثانية المهمة أنه استطاع التلفزيون الأردني أن ينتقل نقلات خليني أحكي مدروسة ومهمة للعالم العربي، يعني بدأ من 90 دقيقة بث ثم إلى 5 ساعات يوميا، بال 69 انتقل إلى 52 ساعة أسبوعيا. وفي قضية مهمة، كان أول تلفزيون عربي يبث بثلاث لغات. كان يبث باللغة الفرنسية، وكان يبث باللغة الإنجليزية وباللغة العبرية واللغة العربية أيضا. هذا سنة 72. وفي حدث أنا حابب أحكيه الآن هنا كمان، أنه استطاع التلفزيون الأردني أن ينقل للعالم العربي كاملا، وعن طريق استخدامه للأقمار الصناعية سنة 73، وما كان يوجد تلفزيون عربي يبث عن طريق الأقمار الصناعية. الأردن استخدم الأقمار الصناعية واستطاع أن ينقل لقطات مثيرة جدا للمشاهد العربي والمشاهد الأردني. أرمسترونغ عندما نزل إلى الفضاء، هم أول من صور، كان التلفزيون العربي أو التلفزيون الأردني أول من صور هذه اللقطات ونقلها على للعالم. بعدين لما أدخلنا الألوان أو الصورة الملونة، أول تلفزيون ملون كان الأردن، وأيضا كمان أول تلفزيون عربي نقل كأس العالم من ألمانيا كانت في سنة 74. كانت التلفزيون الأردني معلومات كثير كويسة عن إنجازاته. صحيح، كانت الشاشة الأردنية ساحرة مسحورة، يعني سحرة العرب، كانت متنوعة، وكانت أيضا كمان تحرص يعني على إرضاء كافة رغبات الجمهور. صحيح. باتزان، يعني في برامج لحد الآن مع التطور، خلينا نحكي، والثورة البرامجية اللي عم بتصير من خلال الفضائيات كلها، لكن لحد الآن دكتور حسين في برامج الناس ما بتنساها. مستحيل. يعني خلينا نحكي مثلا هذا الاستديو، استديو ثلاثة مثلا كان يخرج مضافة أبو محمود. بالضبط. مثلا البرنامج الله يرحمه مازن القباج. بالتأكيد. يعني في برامج لحد الآن الناس عم تحكي فيها وفي شخصياتها. بالتأكيد. دليل على انه فعلا هي حتى منذ البدايات تركت بصمات. يعني هي المهارات، شوفي المهارات اللي كانت متوفره عند الشباب والعاملين في مؤسسه الاذاعه والتلفزيون كانت مهارات مميزه. كانت تفتقر لها الدول العربيه، كانت تفتقر لها ميادين الاعلام. صحيح. كان الاردني لا يسعى ابدا الى الشهره على حساب المعلومه، لا بالعكس، يعني كان يقدم المعلومة على القضية الشخصية وعلى البعد الأسري. وأنا كنت أجلس مع كثير من معدين البرامج ومقدمين البرامج في الثمانينيات والتسعينيات، كانوا يقولوا إن إحنا صارنا 6-7 أيام ما شفنا أولادنا. صحيح. ما شفنا. صحيح. بيوتنا، ما بنعرف عن أسرنا، لأنه التلفزيون الأردني هو أسرتنا، هو بيتنا، هو مكاننا الدافئ، هو رسالتنا اللي إحنا بدنا نقدم من خلالها صورة الأردن، صورة الأردن النموذجية الحقيقية، مش صورة الأردن الذي تفتري عليها. صحيح. بعض يعني دكتور كمان يمكن من الأشياء اللي ميزت أن يكون الأردن أو التلفزيون الأردني دائما بالمراتب الأولى ومتميز ومبدع بأنه قدم برامج ومواضيع تمس المواطن. يعني لما بنحكي مضافة أبو محمود، يعني كانوا يقعدوا يحكوا بالشأن العام اللي بيحكوا فيه بالبيوت، اللي بيحكوا فيه بالمضافات العامة من الشارع الأردني. من الشارع الأردني. يعني قديش كمان هذا الموضوع مهم. يعني يمكن نعرف إحنا يمكن معلومة كثير مهمة إنه قد ما بتغرق في المحلية قد ما بتصل العالمية. فيعني كمان كثير من الناس بهمهم انك تحكي عنهم، يشوفوا حالهم على الشاشة الأردنية. نعم، احنا هنا التلفزيون الأردني نحى منحى آخر. التلفزيون الأردني أول ركز يعني في مجال عمله وفي كل خططه البرامجية وفي كل دوراته البرامجية كان يركز دائما على احتياج المجتمع الأردني، حاجة المجتمع الأردني من البرامج، حاجة المجتمع الأردني من المواضيع. اثنين، القضايا الملحة الآن اللي بتهم المجتمع الأردني. فإحنا بنلاحظ المذيع في التلفزيون الأردني كان طبيبا وكان مهندسا وكان مزارعا وكان فنيا وكان في كل الميادين هو متواجد. القضية الثانية المهمة واللي إحنا بدنا دائما نركز عليها أنه العطاء اللي بلا حدود للتلفزيون الأردني، وأيضا تركيزه باستمرار على النقل والنقل الأمين. يعني هي أنا بعتبر دائما نجاح أي مؤسسة تلفزيونية إذا كانت تتمتع بالمصداقية وبالنقل الأمين وبعدم المبالغة والتهويل، هي كانت الرسالة فعلا أن تجسد هذه الرؤية.
الأردنية، وهذا المواطن الأردني اللي قادر على العمل وعلى الإنتاج. واقتحم التلفزيون الأردني كثير من مؤسسات خليني أسميها تنموية أبرزها، واستطاع التلفزيون الأردني أيضا أن يلقي ثقافات كثيرة مثل ثقافة العيب على سبيل المثال. صحيح. في العمل. صحيح. العمل التطوعي استطاع أن يبرزوا قصص النجاح، طموحات الشباب، دكتور حسين التركيز على أتفضلي اسمح لي يعني نتوقف، لأنه إحنا بنحكي على رسالة مجتمعية، الكل هلا بيطرح رسائل مجتمعية. نعم. سواء كانت عبر الإعلام المرئي. نعم. أو المسموع أو المقروء أو عبر المواقع الإلكترونية، لكن القضية الأهم من ذلك بأنه أحيانا قد تستغل هذه الرسائل المجتمعية لتهويل الأمور. نعم. من في سبيل أنه أحيانا بنلاحظ بأنه بعض من المحطات بتنزل خبر مجتمعي أو بعض من المواقع أو بعض من الإعلام المقروء علشان بس تجذب. نعم. أكبر عدد يعني أنت لما تدخل في خضم من الموضوع ما فيش إشي، ما في موضوع. نعم. أصلا. نعم. كيف استطاع التلفزيون الأردني؟ أنا بدي أسأل حضرتك بالتحديد دكتور، لأنه كثير من الرسائل المجتمعية. نعم. كانت تنقل من خلال حضرتك. نعم. بأنه كيف استطاع التلفزيون الأردني، كيف احنا بنعد معك يعني. نعم. خلينا نفرجي للمشاهدين بانه كيف بيتم اعداد الماده المجتمعيه. نعم. الماده يعني بالتاكيد الماده عندما يتم اعدادها من قبل العاملين او القائمين بالاتصال في المؤسسه بركز دائما اول شيء على اهميه الموضوع، حاجه معظم ابناء المجتمع الاردني لهذا الموضوع. اثنين، إحاطة الموضوع من مختلف جوانبه، التركيز على المتخصصين الذين يؤدوا الأمانة. نعم. أثناء الحديث عن هذا الموضوع لا يبالغوا أيضا في عملية الحديث عن هذا الموضوع. اثنين، اختيار الوقت الزمني، التلفزيون الأردني يركز على الزمن ويركز على المدة الزمنية بإعطاء الضيف حقه في الكلام لكي يوصل لهذه الرسالة. أيضا كمان يعني كل التأثيرات الممكنة والمحتملة اللي ناتجة عن هذا الموضوع ممكن أنه يغطيها. وفي قضية مهمة دائما أنه في قلب الحدث، يعني التلفزيون الأردني دائما متواجد في قلب الحدث، لا ينقل مثل ما ينقل الآخرين، هو موجود دائما في قلب الحدث. لهذا السبب يعني عندما تتسلح المؤسسة، وأي مؤسسة كانت عندما تتسلح في الأمانة وعندما تتسلح في الدقة والتوازن والشفافية عدم المبالغة تنجح. هذا كانت هي رسالة التلفزيون الأردني، وهذه كانت رسالة الإعلام الأردني، وهذا كان أيضا كمان دستور الأردن بأنه دائما أن يحقق التماسك الاجتماعي، الوحدة الوطنية، إبراز الشخصية الأردنية، إبراز دور الأردن في كافة أكيد. المحافل الدولية في كافة القضايا. وأيضا كمان يعني في قضية مهمة اللي هي كمان إبراز بعض القضايا اللي بتواجه المجتمع الأردني، يعني في قضايا مثلا في ناس ما بيحكوا عنها، احنا بنحكي عنها بكل جرأة، الفقر نتحدث عنه، البطالة نتحدث. صحيح. عنه دكتور، يمكن هذا اللي قصدت فيه انه. نعم. انه عم بنمس مواضيع المواطن. نعم. وانه عنده القدرة انه يطرح كتلفزيون وطني مواضيع بتهم المجتمع. انا حاب احكي كمان في موضوع كثير مهم، يمكن تحدثت عن الشاشة يعني هيك بشكل سريع بنهاية. نعم. لقاءنا دكتور، انه كمان نفسيا قديش المؤدي نحكي الإعلامي المذيع قديش مهم حتى يقنع المشاهد يكون عنده أسلوب، عنده ملكة التواصل. نعم. مع المجتمع، يعني هذا موضوع كثير مهم. يمكن الشاشة موجودة. صحيح. الكوادر الهندسية موجودة، الإعداد موجود. نعم. لكن إقناع المذيع للمشاهد في إيصال المعلومة. نعم. هو دور مهم قضية إيجابي إيصال يعني. الرسالة يعني من خلال متابعتنا لكل البرامج اللي تقدم وتبث عبر الشاشة الصغيرة، يعني أنا بهنيهم كلهم المقدمين اللي بقدموا هذه البرامج لما يتميزوا به من هدوء أولا. نعم. هم عندهم هدوء كامل أثناء الحلقة وأثناء البث. اثنين. نعم. التوازن في إعطاء الحقوق للضيوف. نعم. اثنين التعبير عن الفكرة بشكل جيد. ونقطة مهمة جدا الآن التلفزيونات العربية للأسف الشديد بتمارسها اللي هي المقاطعة. مقاطعة المتحدث أو الفوضى التي تحدث في الاستديوهات. يعني أنا ما بدي وأنا هنا بحكي رسالة، بحكي رسالة لكل الأخوة اللي بيسمعون الآن الأخوات، إنه لا تبحث دائما عن البرنامج اللي فيه صراخ، لا تبحث عن البرنامج اللي فيه عنف، لا تبحث عن البرنامج اللي فيه موسيقى صاخبة. هو أصل الإعلام الناجح حوار ناجح وحوار هادئ بالتأكيد. أما أنا البرامج للأسف الشديد
يعني إذا خرجت عن سياقها طبعاً. المقابلات الحوارية طبعاً. إذا خرجت عن سياقها وتحولت إلى عنف لفظي، تحولت إلى صراع يعني أقل ما فيها. يمكن دكتور كمان يمكن موضوع كثير مهم إنه كمان ما بسمح المذيع ما بسمح للضيوف أيضا يتلاسعون على بعض، كان بالاستوديو أو من خلال الهاتف بالاستوديو. يعني إحنا يمكن هذا كثير موضوع كثير مهم، ويعني إحنا سعيدين بوجودك معنا لحتى نحكي فيه ونطرحه، وأيضا يمكن بدنا بهيك بعشر ثواني ننهي لقاءنا معك في هذا الموضوع. هو نجح التلفزيون الأردني أيضا في الانتقائي للي بيستقبلهم، وأيضا في الإعداد الجيد، وأيضا كمان في طرح المواضيع بشكل هادف، وأيضا في التركيز على الهوية الأردنية، التماسك الأردني، وأيضا دور القيادة الأردنية في تعزيز مسيرة وتنمية هذا الوطن. احنا بدنا نشكرك الدكتور حسين الأخزاعي، وحضرتك عميد لكلية الأميرة رحمة من جامعة البلقاء التطبيقية، شكرا لحضورك، وإن شاء الله بتستمر المسيرة كلنا لخدمة هذا الوطن. كل الشكر لكم ولمؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وبارك الله فيكم، وتحية اعتزاز وتقدير إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، الآن هو في أمريكا يتحدث باسم الأمة العربية ويبحث في قضايا الأمة العربية، وهذه قضايا يجب أن نبرزها دائما. نعم. هذا هو دور الأردن. شكرا لك دكتور، بتستمر المسيرة. ومشاهدينا خليكم معنا، بعد قليل رح نتعرف على مهنة الإعداد في التلفزيون الأردني، كيف منعد البرامج، وأيضا رح نحكي عن دائرة هامة في التلفزيون الأردني، دائرة الهندسة. خليكم معنا. من الزمن الجميل بدأنا المشوار، وفي عيدنا أنتم لنا التذكار. وين عرم الله، وين عرم الله، والفي مسافر وين عرم الله، ما تخاف من الله، ما تخاف من الله، خذت قلبي ما تخاف من الله، وين عرم الله، وين عرم الله، والفي مسافر وين عرم الله، ما تخاف من الله، ما تخاف من الله، خذت قلبي ما تخاف من الله. هي يا حبيبي، هي يا حبيبي، غيرك ما بهوى، هي يا حبيبي، حظ ونصيبي، حظ ونصيبي، ريتك من الله حظ ونصيبي. يا ابو قضاضة بيضة، يا ابو قضاضة بيضة، غير علي لونك، ويش اقول يا يما، ويش اقول يا يابا. وريدتني أريدك، وما ريديت عمري لك، ويش أقول يا يما، ويش أقول يا يابا. يا أبو قضاضة بيضة، يا أبو قضاضة بيضة، غير علي لونك، ويش أقول يا يما، ويش أقول يا يابا. أيها الإخوة المواطنون، أيها الإخوة العرب في كل مكان، من دواعي مسرتي واغتباطي أن أتحدث إليكم في هذه اللحظات التي ينطلق فيها التلفزيون الأردني ليكون منارة جديدة للحق والهدى، وينبوعا ثرا للفكر والعرفان.